السادة مشاهدينا ومشاهدي سادة البلد، نواب الشعب والشورى يتابعان حركة سير الانتخابات قبل بدء فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين. حالا دلوقتي هيعرفونا ازاي حركة سير الانتخابات وازاي المواطن حاسس بدوره أمام وطنه ونازل من قبل فتح باب صناديق الاقتراع. النائب وليد المليجي ضيفنا النهارده على سادة البلد، والنائب طارق سعيد ضيفنا على سادة البلد. برحب بيك يا سيادة النائب. عايز اعرف بس المواطن ظروفه ايه معاكم، يعني حاله ايه، حسيت فيه ايه؟ انت شايف الحمد لله رب العالمين، احنا النهارده في اول يوم من بدايه الانتخابات، الناس موجوده من الساعه 5 الصبحيه، واهتمام عالي جدا جدا ووعي كامل من الشعب الامبابي، وعظمه امبابه النهارده هتظهر قدامك في انتخابات السيد الرئيس. انزل وشارك، دي مهمه جدا ليك ولاولادك، لبلدك، لوطنك، لابنك اللي في المستقبل. احنا محتاجين النهارده تنميه في الوعي السياسي، والحمد لله رب العالمين امبابه يعني على هبه الاستعداد للوقوف مع بلدها مصر، لحضور عرس يعني صناعه عرس انتخابي ديمقراطي بشكل لائق امام العالم كله. الحمد لله رب العالمين، يعني يمكن كذا مكان النهارده احنا موجودين فيه، الناس موجوده، الناس عايز تمشي، الناس مصممه على الانتخاب، مصممه تختار رئيسها، وان شاء الله زي ما انت عارف يعني احنا حزب مستقبل الوطن بندعم السيد الرئيس السيسي في الانتخابات، وان شاء الله الفوز يحالفنا باذن الله. سياده النائب طارق سعيد، انتقل لحضرتك. عايز اعرف، انت حضرتك كنائب شعب جيت باراده شعبيه بانتخاب، عايز اعرف الناس حسيت فيهم ايه مع بدايه اول يوم انتخابات رئاسيه؟ والله العظيم انا مبهور، والله مبهور من الشعب المصري، ده شعب عظيم جدا، وقت الظروف الصعبه بتلاقيه الناس من الساعه 6 الصبح على اللجام الانتخابيه جايه تقول كلمتها، جايه تظهر للعالم كله ان احنا ورا سياده الرئيس، وراه 100 مليون مصري في ظهره، ايا كان بقى في انتخابات في اي مواقف سياسيه اقتصاديه احنا وراه. لا ده الشعور بتاع الناس. ولا الحضارات السابقه سياده النائب لوجود الرئيس السيسي اثبت بالفعل ان هو قادر امنيا وقادر على كل الجوانب لاداره البلاد، لذلك انت شايف ان الناس نازله له مخصوص من قبل فتح اللجان. على فكره الامن والامان ده ثمنه كتير قوي، الامن والامان ثمنه كتير جدا عند الناس، الناس حاسه ان انت يكفي ان انت قاعد مطمئن، ايه الفايده واخد بالك ان انت قاعد في قصر وبتهدد؟ ينفع؟ طب شوف الناس شكل الناس وهي ماشيه قاعدة في الخيام، شكلهم ايه في البلاد التانية؟ تخيل انت منظرك وانت قاعد في الخيام، ده اسمه ايه؟ لكن ده امن مستقر، امن وامان، تمن وامان كبير، وعندك جيش قوي يقدر يحميك، ورئيس عنده ارادة حديدية يفوت في الصخر. امانة انا مبهور من الشعب المصري، عنده وعي غير طبيعي. طيب هنرجع لسيادة النائب وليد المليجي عضو مجلس الشيوخ. عايزك يا سيادة النائب بس توضح لي، هل في خطة استراتيجية معمولة لسير عملية الانتخابات؟ أكيد. عايزك تكلمني كمان عن الدور الأمني أولاً، وبعد كده نرجع تاني لحزب مستقبل الوطن. احنا نقدر نقول إن حزب مستقبل الوطن في إمبابة بيمثله إمبابة كأمانة اسم، والجولية الغربية كأمانة اسم. الحمد لله الاثنين قايمين على أكمل وجه بتنظيم كافة المسيرات اللي تخلي الناخب يروح بسهوله ويوصل لانتخابه، ازاي يروح، ازاي يتعرف على لجنته، في مناديب من الحزب في كل مكان على ارض امبابه عشان خاطر نسهل على المواطن ازاي يدي صوته بسرعه، وانت عارف ان الوقت النهارده مهم جدا للمواطن ان احنا ازاي يدي صوته وازاي ينتخب. اهم حاجه والسؤال الاهم اكيد بيدور في كل اذهان الساده المشاهدين، جاهزين لاي مفاجاه، جاهزين لاي اختلاف في الامور او توازنها؟ احنا الحمد لله مطمنين، لكن احنا بندور على فوز يحقق لنا النصر السريع، واللي يقدر كمان يوري العالم كله احنا قد ايه واقفين جنب خادتنا، مقتنعين بيها، مؤمنين بيها. النهارده الامن وكوزاره الداخليه مامنه كل مواقع الانتخابات بكثافه وتواجد وحب، هو اهم حاجه ايه؟ مش ان انا كامن مكان، لا ان انا الناس تبقى موجوده حباني وانا حاببها. فالحمد لله في توافق كامل بين المواطن وبين وزاره الداخليه وبين ضباط الاسم وضباط المكتب، كل الحمد لله رب العالمين على وفاق تام لصالح مصر ان شاء الله. شكرا سياده النائب، نورتني. نورتني سياده النائب طارق سعيد حسنين، سياده النائب وليد المليجي، نورتوني جدا. اتفضلوا سياده. سادة مشاهدينا، زي ما شفتوا معايا نواب الشعب والشورى يتابعان حركه سير الانتخابات في امبابه، منطقه امبابه تحديدا، دول نواب حزب مستقبل وطن
التي يدير او يتابع بشكل جيد جدا جدا عمليات الانتخابات. شايفين كمان المصريين معانا بياخدوا صور تذكاريه بهذه المناسبه، بياخدوا صور تذكاريه اثناء ادلاء اصواتهم او قبل فتح باب الاصوات لانتخابات الرئاسه 2024.